طبعا أبوي في ذاك الفترة يعني كان متوفي، وحتى هذا الديوان نادي التراث طبع بعد وفاة الوالد، وكان عندي الديوان ودائما أروح أي مكان كان كنت أوديه معي. ألتقي بناس اللي هم أصدقاء والدي، ولما ألقي عليهم بعض القصيد يقول لي هذه قصيدة فيها في بيت ناقص، فكنت أسجله. بعدين حسيت أن هناك في قصيد ما دون، لأن بعضهم يقول أنا عندي قصيدة شوفها موجودة في الديوان، لا لما يلقيها علي أبحث الديوان ما ألقاها. فهذا اللي جعلني أني أنا أهتم وأبحث عن قصيد الوالد عند الناس اللي هم حفاظ القصيد في منطقتنا، هم كانوا الشباب أو كانوا النساء. فبدأت طبعا بالبحث وزرت ناس كثير، وحتى لما كنت أجيب قصيدة كنت أزور بعض أصدقاء والدي خاصين وألقي عليه القصيدة يقول لي نعم هذه قصيدة والدك.